دي الأصول اللي قالكوا عليها الباشا امبارح بالليل. فهمت يا حبيبي؟ فهمنا يا باشا، فهمنا ومفيش أي مشاكل وهنمضي لك يا سلام، وبإذن الله الورقة دي هتتشال ومش هتطلع تاني أبدا، لأن إحنا ناويين نخدم الباشا بعينيه. وأدي مضيت أهي، مضيت أهي، بإذن الله ربنا يبعد عننا مشاكل بقى، مش كده يا زين ولا إيه؟ اللي تشوفه يا صاحبي. طب يلا امضي، يلا امضي. اتفضل. كده اقدر اقول لكم مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. طب واحنا هنقدر نستلم بقى امتى ان شاء الله؟ من بكره. انتوا من النهارده بقيت الملاك الحقيقيين للمسابق، يعني تقدروا تدروها وتصرفوا فيها زي ما انتوا عايزين، بس اهم حاجه تنفذوا اوامر الباشا بالحرف الواحد. المسابق دي لازم تشتغل وتحقق ارباح، واول كل شهر بتجيبوا لي بقى حصه الباشا في الايرادات علشان اوصلها له، وتبقوا على أتم استعداد لأي عملية يطلبها منكم الباشا تنفذوها فورا ومن غير نقاش. واضح الكلام؟ زي الشمس في عز الظهر. بس يعني يا باشا هو في سؤال كده محيرني. سؤال إيه؟ اختفاء رشوان المفاجئ وإن إحنا جينا خدنا المسابق كده على طول والحكاية والرواية والموضوع ده مش هيخلي الناس تسأل يعني؟ اطمن يا حربي، الثابت عندي وعند كل الناس وفي المسابق بالذات إن رشوان هو اللي حرض على قتل قضايا في الاسم، لما تعرف إن هو اللي أجره علشان يقتلك أنت وزين، بعد كده هرب بره البلد كلها، جيتوا أنتوا واشتريتوا المسابق بعد ما هو خلق. يا ولاد اللذينة، ده أنتوا مخططين لها صح؟ ومش كده وبس، إحنا بنعرف دبة النملة قبل ما تتحرك، عشان كده نصيحتي ليكم إن بلاش تلعبوا بديلكم مع الباشا الكبير، لأن اللي بيلعب مع الباشا الكبير بتكون نهايته وحشة، وحشة أوي. واضح الكلام؟ واضح، واضح طبعاً يا باشا. زي الشمس في عز الظهر. طب قبضايا وفي طار قديم بينه وبين حربي وزين، لكن رشانه والذهب ايه اللي يخليه حرض على قتلهم؟ ايه اللي بينه وبينهم؟ يمكن بسبب حكايه الخناقه اللي حصلت من مده في مستودع المعلمه انشراح بين حربي وزين من ناحيه ورجاله رشوان من الناحيه الثانيه. جايز برضه، ولو اني شاكك ان الحكايه اكبر من كده بكتير، خصوصا ان رشانه والذهب اختفى تماما ومش عارفين نوصل له عشان نحقق نحاول ناخد اقوال. يمكن هرب بره البلد زي اللي بيهرب. احتمال وارد برضه. الاسات اللي هو اخباره ايه؟ اه كويس الحمد لله. والمدام وحمزه و... والانسه اماني كلهم كويسين، كلهم كويسين. الا الانسه اماني ما ردتش على سعادتك؟ بالحقيقه لسه ما ردتش، بس انت عارف المواضيع دي بتاخد وقت شويه، وبعدين زي ما انت شايف رؤوف انا غرقان في الشغل، انا تقريبا لا بشوف اماني ولا بتكلم معاها. انا بس مش عايز الموضوع يسبب حرج لسعادتك. لو كانت الآنسة أماني مش موافقة يا ريت أعرف يعني. تأكد يا رؤوف، لو قالت لي رأيها هقوله لك مهما كان. ده اللي برجوه من سعادتك يا فندم. أرجو إني ما أكونش بتقل على حضرتك. لا 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 إطلاقا خالص. بعد إذنك يا فندم. اتفضل. بس أنا لسه مش فاهم برضه إيه ورقة الضد اللي أنت خليتني أمضي عليها دي يا حبيبي. دي الورقة اللي بتثبت إن المسابق ملكيتها الحقيقية في إيد الباشا الكبير، وإن العقد اللي إحنا مضيناه ده عقد سوري. يعني إيه سوري؟ يعني تبل وتشرب ميته. أبل إيه وأشرب مية إيه؟ شوف يا زين، المسابق دي ظاهريًا ملككم، لكن لا تقدروا تعملوا فيها حاجة، لا ترهنوها ولا تبيعوها ولا تتصرفوا فيها إلا بإذن نعيم بيه وموافقته، علشان في الحقيقة هي ملكه هو مش ملككم. والورق اللي انتوا مضيتوه ده بيأكد الكلام ده. يعني احنا كنا في الاول طراطير،
ولسه لغايه دلوقتي طراطير برضو؟ لا زين، أرجوزات. أرجوزات. يعني احنا على اخر الزمن بقينا أرجوزات انا وانت يا حربي؟ طراطير؟ قاعدين يلعبوا بيهم؟ يعني احنا بعد كل اللي احنا عملناه ده ياخدوا هما ويتش القفص واحنا برضه بنداس بالرجلين؟ لا وانت يا فالح عمال تقول لي امضي 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 يا ابني، ما احنا لو ما كناش مدانا ما كناش اخدنا حاجه. واحنا خدنا ايه؟ ما احنا برضه خدنا شويه هوا في هوا يا اخويا. يا جماعه استهدوا بالله، اهدوا كده واسمعوني. الحكايه بتاعتكم دي ملهاش غير حل واحد بس. الحل ايه يا بت؟ ان ورق الضد ده يختفي. يختفي؟ يختفي ازاي يعني؟ عندك حل؟ المسألة دي سيبوها عليا أنا وأنا هتصرف. المهم تركزوا في اللي انتوا فيه وسيبوا الباقي على ربنا وصلاح بحر. أماني تعالي ساعديني نجهز العشاء، أكرم زمانه جاي. أماني هاي أماني. إيه يا منى؟ أنت كنت بتقولي حاجة؟ ايه يا بنتي السرحان ده كله؟ عادي يعني. فعلا هو دايما بيبقى في اوله صعب. هو ايه ده اللي صعب في اوله؟ الحب يا حبيبتي الحب. حب ايه يا منى؟ انا ماليش في الكلام ده. امال الجو الحلو اللي انتي عاملاه ده كله بصراحه هو يستاهل. هو مين ده اللي يستاهل؟ رؤوف. انت دماغك راحت لبعيد قوي، رؤوف ده اصلا مش في دماغي خالص. امال الجو ده كله عاملاه لمين؟ عادي يعني لنفسي. عليا انا برضه يا اماني. أماني افتحي لي قلبك وصرحيني، لو في حد في حياتك أو في حاجة في قلبك قوليلي وأنا أوعدك إني هساعدك وأحاول أقنع عم حسنين وأكرم بكل اللي أنت عايزاه. بصراحة يا منى بيني وبينك فعلا أنا عايزة حاجة مهمة جدا. إيه يا حبيبتي؟ نفسي أنام لأني تعبانة جدا. ماشي يا أماني، بس أعرفي إن مفيش حاجة بتستخبى. تصبحي على خير. ايه ده يا عادل؟ هو انت خارج؟ ايوه. انت مش قلت ان احنا هنتعشى بره النهارده؟ قلت، لكن الليله مش هينفع، عندي شغل مهم، خليها ليوم تاني. طب ما انت كل يوم عندك مواعيد وشغل، وانا بقى بصراحه خلاص زهقت، زهقت من القعده لوحدي، زهقت من الحبسه في البيت. شغل اللي مش عاجبك ده يا هانم هو اللي معيشك في النعيم اللي انت فيه. خلي فاتحه جهز لك اي لقمه تاكليها، بس ما تستنينيش، نامي. جايز اتاخر. انت ما بقتش عايشه دي. والله لو مش عاجبك العيشه معايا تقدري تروحي تعيشي مع امك. الو 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 سفاله وقله ادب. الو، انت اللي اتصلت من شويه على تليفون البيت؟ وعرفت منين انه انا؟ انا اللي بسال، انت اللي اتصلت؟ ايوه. انت مجنون، تاني مره اقعد اتصل على تليفون البيت. ولو عايز سجل الرقم ده عندك، ده رقم موبايل. حلو. هي ايه دي اللي حلو؟ النام. طيب هو انت ايه اللي خلاك تتصل؟ اصل من ساعة ما تقابلنا لا كلمتيني ولا سألت فيا، فقلت اتصل اطمن عليك. تطمن وبس؟ بصراحة لا، اصلك وحشتيني. أرجوكي صلاح بلاش الكلام ده. ايه
هي دي الحقيقة يا ميزة، توحشتيني قوي قوي. يعني انت عايز تقول انك نسيت اللي فات وانك مش زعلان مني باللي حصل زمان؟ اللي حصل حصل. عارفة الفترة اللي قضيتها في السجن كان كل تفكير ان اول ما اطلع ادور عليك لحد ما الاقيك واقتلك كده. يا صلاح كنت هون عليك، بس اول ما شفتك كل الغضب اللي جواه اتبخر في ثانية. اكتشفت ان انا زعلي منك ده بسبب اني بحبك، بحبك بجنون. ساعتها كنت عايز اخدك في حضني ما سبكيش تاني ابدا ابدا. بجد يا صلاح؟ اسألي قلبك حتى هو يقولك. ميس انا مش قادر اعيش من غيرك، حياتي من غيرك الموت احسن منها. كفايه يا صلاح ارجوك كفايه. هي دي الحقيقه ميس، انا محتاج لك، محتاج لك جنبي ضروري. صعب يا صلاح، صعبه قوي. طب لو قلت لك عشان خاطري؟ صلاح انا لازم اقفل دلوقتي، تصبح على خير. ايه الاخبار يا عدل؟ الولاد مضوا العقود وبكره خلص الاجراءات وهم بيروحوا يستلموا المسابق. ورقة الضد اتمضت وعندي في الخزنه هي وبقيه الاوراق السريه يا باشا. ايوه كده يا عدل، خلينا نفوق ونشوف شغلنا بقى. ايوه يا باشا، بس الحقيقه كان في حاجه قلقاني كده. ايه اللي قلق بالظبط؟ يعني الولاد دول اذكياء وحركين وقلبهم ميت يا باشا، بس بالنسبه لموضوع المسابق ده يعني اداره المسابق دي هيعرفوا يديروها؟ الحقيقه انا مش عارف هيعرفوا يديروها ولا هيعقوها. يعقوها ده ايه؟ ويبوسوا ده ايه؟ العيال دي موهوبين بالفطره واكيد هيعرفوا يتصرفوا. طب افرض يا باشا معرفوش؟ ساعتها نجيب اي حد يدير المسابق وهي تفضل مكتوبه باسمهم وبس. عزام يا باشا، عزام جاهز ومستعد يقوم بالمهمه دي في اي لحظه يا باشا. انت ايه حكايتك مع عزام يا عدلي؟ مش ملاحظ ان دي تاني مره تلمح لي فيها ان عزام مستعد يمسك المسابق؟ يا باشا أنا كل همني يا باشا مصلحتك يا باشا. وبعدين يعني عزام ده راجل بتاعنا ومننا وعارفينه كويس واشتغل معانا كتير وعارفين كفاءته يا باشا. عموما يا باشا مش عاجبك عزام نخلي عنتر، يعني هو ممكن يقوم بالمهمة دي. يا باشا أهم حاجة يا باشا المسابق تشتغل وما توقفش يا باشا. خلاص خلاص، أنا هحط النقطة دي في اعتباري وهاخد فيها القرار المناسب في الوقت المناسب. بلاش نسبق الأحداث، نشوف الولاد هيتصرفوا ازاي.